بسم الله الرحمن الرحيم. دي تعتبر المحاضرة الأولى في الأسبوع السابع. دي المحاضرة اللي كانت ناقصة الانتظام مجموعة واحد ومجموعة اتنين، اللي كان المفروض ياخدوها يوم الخميس، ولكن للأسف حصلت الظروف بتاع الأحوال الجوية وظروف الطقس، فاضطرينا إن احنا نأجلها لهم، وبعد كده الدراسة توقفت. وبعد كده الدراسة اتوقفت، فدي المحاضرة اللي كانت ناقصة لمجموعة واحد ومجموعة اتنين انتظام. المادة بتاعتنا هي مبادئ الحق والقانون في عصر الانترنت. مبادئ الحق والقانون في عصر الانترنت اللي بيدرسها في المجموعات الأربعة، واحد واتنين وتلاتة وأربعة انتظام وانتساب وساعات معتمدة، دكتور عزت سلامة، دكتور بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومنتدب لتدريس المادة دي في تجارة. إن شاء الله هنشرح المحاضرة اللي ناقصة دي الانتظام عشان يبقى كل المجموعات مع بعض. المحاضرة دي من صاد 111 إلى صاد 131. بتتكلم على إيه المحاضرة دي؟ بتتكلم على السمات المميزة للشخصية القانونية. السمات المميزة للشخصية القانونية. أهداف محاضرة الأسبوع السادس، هي دي كانت المحاضرة المقرر لها يوم الخميس في الأسبوع السادس، اللي هو حصل تأجيل لها بسبب ظروف الطقس، فخدناها تعتبر خدناها في أول أسبوع في التأجيل، أول أسبوع في التأجيل اللي هو الأسبوع السابع. إيه أهداف المحاضرة دي؟ هي كانت بتتكلم المحاضرة دي عن السمات المميزة للشخصية القانونية. المحاضرة دي من صاد 111 إلى صاد 131. بنتكلم فيها عن ايه، او اهداف المحاضرة دي كان ايه. بنحدد ايه المقصود بالسمات المميزة للشخصية الرقمية. السمات المميزة للشخصية القانونية، يعني ايه شخصية قانونية والسمات المميزة لها؟ احنا قلنا صاحب الحق لازم يبقى واحد، فطالما صاحب الحق لازم يبقى واحد فلازم نحدد له سمات معينة. فايه السمات المميزة دي؟ دي اهداف المحاضرة، فلازم تعرف اول حاجة ايه السمات اللي بتميز للشخصية القانونية. تاني نقطة لازم تعرفها من المحاضرة دي، احنا حددنا ايه المقصود بالسمات دي. هنحدد برضو بعد ما تنتهي من المحاضرة ايه هي السمات دي بالظبط، ايه هي السمات اللي بتميز الشخصية القانونية. هنحدد في السمات دي ايه هو الاسم كمميز للشخصية القانونية ونعرفه، وايه هي انواع الاسم كمميز للشخصية القانونية، وهنعرف الموطن برضو كمحدد للشخصية القانونية ونحدد أنواعه، وبعد كده نعرف الحالة كمميز للشخصية القانونية، وفي الآخر نعرف الحالة السياسية كمميز للشخصية القانونية، ونعرف بالحالة الدينية كمميز للشخصية الدينية، ونعرف بالحالة العائلية كمميز للشخصية القانونية، وفي الآخر بنحدد أنواع القرابة ودرجات القرابة. في الآخر هنحدد أنواع القرابة ودرجات القرابة. نبدأ بقى نشرح تفصيلي عشان الأهداف دي عشان نحددها نشرحها تفصيلي. أول نقطة بنقول إيه هي السمات المميزة للشخصية القانونية؟ دي موضوعها في الكتاب من صاد 111 إلى صاد 131. هنحدد المقصود بالسمات المميزة للشخصية. يعني ايه السمات المميزة للشخصية؟ قال لك بنقصد بالسمات المميزة للشخصية القانونية دي مجموعة الصفات اللي بتميز الشخص عن غيره. يقصد بالسمات المميزة للشخصية القانونية مجموعة الصفات التي تميز الشخص عن غيره. طب ليه في صفات بتميز الشخص عن غيره حتى نحدد صاحب الحق بدقة، عشان نقدر نحدد مين صاحب الحق بالظبط عشان نميزه عن غيره؟ أي أنها السمات اللي بتميز للشخصية، وبالتالي هي مجموعة ما يتميز به الشخص من صفات. يبقى السمات المميزة للشخصية مقصود بها إيه؟ مجموع ما يميز الشخص من صفات، مجموع ما يميز الشخص من صفات. طب السمات اللي بتميز بها الشخص عن غيره، ثلاث سمات: الاسم، شخص بيتميز عن غيره بالاسم،
وشخص بيتميز عن غيره بالموطن، والشخص بيتميز عن غيره بالحالة، حالته، سواء كانت حالة سياسية أو حالة دينية أو حالة عائلية. وفي السلايد اللي بعد كده هنشرح إيه المقصود بكل حاجة. نتابع بعد كده السمات المميزة للشخصية القانونية، هنعرف إيه المقصود بالاسم كسمة أولى من السمات المميزة للشخصية القانونية. هنقول الاسم بشكل عام ده علامة بتميز الشخص عن غيره. الاسم بشكل عام ده علامة بتميز الشخص عن غيره من الأشخاص في المجتمع الرقمي، وبالتالي بالاسم ده هيتميز الفرد عن غيره من أفراد المجتمع. وطالما هميز الشخص عن غيره من أفراد المجتمع، يبقى أنا حددت صاحب الحق الواحد ده هيمنع من الاختلاط بين الأفراد في المجتمع. يبقى الاسم هيمنع من الاختلاط بين الأفراد في المجتمع. والاسم ده له معنيين، ممكن يكون مقصود بالاسم بالمعنى الضيق، وده احنا عايزين اسم الإنسان الأول، الاسم الفردي. لما نقصد بالاسم بالمعنى الضيق نقصد بيه اسم الإنسان كاسم فردي، الاسم الأول بس، محمد، علي، سعيد، حسام، علياء، علا، الاسم الأول. ده لما نقول الاسم الأول فقط، لا ده مش هيميز الشخصية، ده اسم بالمعنى الضيق. لكن الاسم بالمعنى الواسع اللي هو يميز الشخصية بنقصد بيه اسم الشخص ولقب الشخص، اسم الشخص ولقب الشخص. وعلى فكرة يعد الاسم حق من الحقوق اللاصقة بالشخصية، زي حقه في الصورة فله حق في الاسم، فالحق في الاسم ده من الحقوق اللاصقة بالشخصية. وبالتالي طالما ده حق لصيق بالشخصية، لصيق بالإنسان نفسه، فلا يجوز التصرف فيه، ولا يسقط بعدم الاستعمال، ولا يكتسب بالتقادم. زيه زي يبقى الاسم زيه زي اي حق من الحقوق اللاصقة بالشخصية، لا يجوز التصرف فيه لانه مش حق مالي، ولا يسقط بعدم الاستعمال، وبالتالي لو ما استعملتش اسمه ما يسقطش بالتقادم، ولا يكتسب ولا يسقط بالتقادم مهما طالت مدة الانتحال واستعمال الغير للاسم. نتابع السمات المميزة للشخصية. احنا كده عرفنا في السلايد اللي قبل كده ايه هو تعريف الاسم، نحدد بقى انواع الاسم كمميز للشخصية القانونية. ايه هي انواع الاسم كمميز للشخصية القانونية؟ عندنا 4 انواع من الاسم، 4 انواع للاسم. قد يكون الاسم مدني او اسم حقيقي، اسمه الاسم المدني او الاسم الحقيقي، وقد يكون الاسم اسم شهرة، وقد يكون الاسم اسم مستعار، وقد يكون الاسم اسم تجاري. يبقى في عندي 4 انواع من الاسماء، الاسم المدني والاسم الحقيقي والاسم المستعار والاسم التجاري. والاسم التجاري يبقى الاسم المدني او الحقيقي واسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري. نيجي اول حاجة، ايه هو المقصود بالاسم الحقيقي او الاسم المدني؟ ده العلامة التي تميز الشخص عن غيره، ودي العلامة الرسمية. يعني ايه العلامة الرسمية؟ يعني ده الاسم الموجود في سجلات الاحوال المدنية، ده الاسم الموجود في سجلات الاحوال المدنية. بيتكون الاسم من عنصرين، الاول اللي هو اسم الشخص اللي بيتميز بيه الفرد عن غيره بس في افراد اسرته اللي بيحملوا نفس اللقب، ويعتبر اللقب العنصر الثاني في الاسم كمميز للشخصية. يبقى الاسم كمميز للشخصية بيتكون من عنصرين، الاسم واللقب. ويتمثل اللقب في اسم الأسرة، كان المفروض إن كل عيلة تختار لها لقب معين، ده الكلام ده من سنة 48، وكان المفروض القانون ينظم الألقاب، لكن إلى الآن لم يتم تنظيم الألقاب. للأسف الألقاب الخاصة بالأسر لم تنظم بعد في مصر حتى الآن. هذا السبب في اللي بيحدث تشابه أسماء. ليه؟ لأن إحنا اتعودنا بقى أو جرى العرف إن اللقب هو اسم آخر جد، فده اللي بيترتب عليه تشابه الأسماء، لأن آخر جد ده برضه اسم فرد، وطالما اسم فرد يبقى هيحدث ان في تشابه في الاسماء. لقب بالمعنى الواقعي في مصر بيتكون من اسم الجد، وانتقال اسم الجد والاب الى الابناء بيتم بصورة تلقائية. والاسم المدني ده بتصدر بيه الاوراق الايه؟ الاوراق والمستندات الرسمية، سواء شهادة ميلاد او بطاقة او بيان نجاح او قيد في المصالح الحكومية، اي حاجة بتطلع بالاسم المدني او الاسم الحقيقي. ايه ضوابط الاسم المدني؟ في ضوابط اوجب القانون ان تكون الاسماء غير متعارضه مع العقيده، غير متعارضه مع النظام العام، غير متعارضه مع الاداب، الا يكون الاسم مهين للشخص. ويشترط برضو ان الاسم ما يكونش مركب، الاسم يعني ما ينفعش تسمي واحد
اسم محمد علي. ليه؟ لان كده هعتقد ان علي ده الاب في عيني، ان هو اسم مركب محمد علي، فالاسماء المركبه دي ايه؟ ممنوعه قانونا. وبالتالي اما بيجي الموظف تقول له اعمل اسم معين، لو لقاه مخالف للعقيده، مخالف للنظام العام، مخالف للاداب، مهين للشخص، اسم مركب، لك يمتنع الموظف ان هو يسجل الاسم ده. نتابع السمات المميزة للشخصية القانونية. نتابع السمات المميزة للشخصية القانونية. احنا قلنا في قبل كده الاسم اول مميز للشخصية القانونية هو اسم الشخص، وقلنا الاسم المدني والحي، وده بيتكون من اسم الشخص ولقبه. في بقى مميزات تانية من شخصية وانواع تانية من الاسماء، اسمه اسم الشهرة. اسم الشهرة ده ايه؟ ده الاسم اللي بيشتهر بيه الفرد بين الناس، او هو وده اسم غير رسمي وما بيتقيدش في السجلات الاحوال المدنيه، وده الاسم اللي بيطلقه الناس على الشخص. بيختلف الاسم الحقيقي عن اسم الشهرة في ايه؟ ان الاسم الحقيقي بيتسم بالفردية، يختلف عن الاسم الشهرة عن الاسم الحقيقي في ايه؟ ان اسم الشهرة بيتسم بالفردية. يعني ايه؟ يعني لا ينتقل للورثة، لكن الاسم الحقيقي بينتقل للورثة. لصاحب اسم الشهرة برضو زي صاحب الاسم المدني يمنع اي حد من الاعتداء على اسمه، سواء بالمنازعة او الانتحال. اسم الشهرة بيكسب نفس الحماية اللي بيكتسبها الاسم الحقيقي. يبقى اللي بيلحق باسم الشخص تلقائيا مش الاسم الشهرة، لا، اللي بيلحق باسم الشخص هو اسمه المدني او اسمه الحقيقي، لكن اسم الشهرة ده قاصر فقط على الفرد. ماشي. واسم الشهرة ايه؟ هو الاسم اللي بيطلقه الناس على الشخص، الاسم اللي بيشتهر بيه الشخص بين الناس. الاسم المستعار ده بقى الاسم اللي بيطلقه الشخص على نفسه، وده الفرق بين اسم الشهرة والاسم المستعار. الاسم المستعار ده اسم بيطلقه الشخص على نفسه، ليه؟ رغبة انه عايز يخفي شخصيته الحقيقية، او انه لكسب الشهرة كما يفعل بعض الفنانين، ممكن يقول اسم معين عشان يكسب بيه الشهرة، زي الفنانين بيختاروا اسماء عشان ايه؟ يبقى ينفع كاسم شهرة، له لنة معينة كاسم شهرة. والكتاب ويسمى بالاسم الفني. واسم الشهرة والاسم المستعار بقى ده مقصور على صاحبه، الاسم الشهرة والاسم المستعار مقصور على صاحبه، فلا يلحق بايه؟ بابنائه، ويتقيد الاسم المستعار بضوابط تكفل حقوق الغير. بمعنى يعني ايه ضوابط تكفل حقوق الغير؟ يعني ما ينفعش اخد من اسم الشهرة اسم حقيقي بتاع شخص، لا، ده كده انا بأثر على حقوق الغير. طيب ايه الاسم التجاري؟ قال لك هو الاسم اللي بيستخدمه الفرد ليمارس بمقتضى نشاطه، الاسم اللي بيستخدمه الشخص عشان يمارس بيه نشاطه التجاري، وده بيعتبر من عناصر المحل التجاري وبيكون مميز للشخص عن غيره من المحلات. هو الاسم التجاري بقى اللي بيختلف عن الاسم المستعار واسم الشهرة وبيختلف عن الاسم المدني، ان ده له قيمة مالية. الاسم التجاري له قيمة مالية، اللي احنا بنعرفه بقى في الشركات باسم الشهرة. الاسم التجاري ده من عناصر المحل، يعني له قيمة، يجوز التصرف فيه، طالما مالي له قيمة مالية يجوز التصرف فيه، فيباع ويشترى، كونه من المحلات التجاري. تابع السمات المميزة للشخصية القانونية. السمة التانية من سمات الشخصية القانونية الموطن. فهنعرف ايه هو الموطن ونحدد انواعه. قال لك الموطن ده المكان اللي بيقيم فيه الشخص بصفة دائمة، الموطن ده المكان اللي بيقيم فيه الشخص بصفة دائمة وعلى وجه الاستقرار، حتى وإن تغيب عن موطنه فترة مؤقتة، ويعتبر المقر القانوني للشخص بالنسبة لكل ما يتعلق بأعماله وتصرفاته القانونية وعلاقاته مع غيره من الأشخاص. ويعتبر المقر القانوني للشخص بالنسبة لكل ما يتعلق بأعماله وتصرفاته القانونية وعلاقاته مع غيره من الأشخاص. وعلى أساس الموطن بقى ده ترسل صحف الدعاوى والتنبيهات والإنذارات للشخص، بترسل كل حاجة إلى الشخص، وكذلك الإعلانات والاختصاص القضائي وغيرها. طيب ده الموطن. يبقى الموطن ده المميز التاني للشخصية، لأن حتى لو حصل تشابه أسماء احنا ممكن نبقى متشابهين في الاسم الرباعي، ممكن نقول محمد أحمد علي إبراهيم،
ومحمد احمد، الاقي في اثنين او ثلاثه او اربعه محمد احمد علي ابراهيم، بس اميز ايه بقى الاسم كده تشابه بالاسم، يقول لك الموطن، نقول محمد احمد علي ابراهيم بتاع الجيزه، ومحمد احمد علي ابراهيم بتاع الوراق، محمد احمد علي ابراهيم بتاع المرج، محمد احمد علي ابراهيم بتاع اسيوط، محمد احمد، يبقى نميز بالايه بالموطن. طيب ايه طرق تحديد الموطن؟ قال لك في عندنا طريقتين لتحديد الموطن. الطريقه الاولى دي طريقه التصور الحكمي، طريقة التصور الحكمي. يعني ايه طريقة التصور الحكمي؟ يعني موطن الشخص وفقا لطريقة التصور الحكمي او التحكمي بتتحدد على اساس المكان اللي بيعمل فيه الشخص، بتتحدد على اساس المكان اللي بيعمل فيه ايه الشخص، بصرف النظر عن الاقامة الفعلية، بصرف النظر عن الاقامة الفعلية، حتى وان لم يقيم فيه الشخص اقامة معتادة. يبقى ده المكان اللي بيشتغل فيه الشخص حتى لو ما بيقيمش فيه إقامة معتادة. وفقا لهذا التصور فإن ممكن يمارس الشخص أكثر من نشاط، فلو الشخص مارس أكثر من نشاط فإن هنا لازم يختار مركز أحد الأنشطة عشان يكون له موطن، يكون موطنه. بس يعيب طريقة التصور التحكمي إن ممكن واحد ما يكونش له شغل، فاللي ملوش شغل كده نحدد موطنه ازاي؟ ما انت بقول لك المكان اللي بيعمل فيه هو موطنه. نقول لك لا غلط بقى، يبقى لو ملوش، لو مش شغال يبقى انا اعتد بموطنه اللي هو المكان اللي بيقيم فيه شخص اقامه معتاده ومستقره. الطريقه الثانيه من طرق تحديد الموطن اللي هي طريقه التصور الواقعي، ودي اللي خد بيها القانون المصري. قال لك يتحدد الموطن وفقا للتصور الواقعي على اساس الاقامه الفعليه والمستقره. فالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وهذا التحديد بيتفق مع الواقع، أشوف الشخص بيقيم فين وهو ده يبقى موطنه. بس عشان يتوفر الموطن لازم يتوفر شرطين. الشرط الأولاني اللي هي شروط الموطن في القانون المصري، قال لك الشرط الأولاني الإقامة الفعلية، يشترط أن يقيم الشخص في الموطن عادة، لأن الموطن هو الذي يقيم فيه الشخص عادة، ولذلك فالمسكن الذي يتردد عليه الشخص، المسكن الذي يتردد عليه الشخص بصورة غير مستقرة أو من يزور قريب في مكان معين لا يعد موطنا. ليه؟ طالما أنه لا يقيم فيه إقامة دائمة، لأنه يشترط في الموطن أن الشخص يقيم فيه إقامة فعلية. يبقى أول شرط في الموطن ده لازم يكون الشرط بيقيم في الموطن ده إقامة فعلية. يعني إيه إقامة فعلية؟ يبقى موجود فيه ومقيم إقامة مستقرة. وبالتالي لو أنا رايح زيارة لقريبي أو إقامة مؤقتة، قال لك لا ده ما ينفعش موطن. قال لك الشرط التاني عشان يبقى الموطن موطن، قال لك الاعتياد. قال لك يشترط أن يقيم الشخص في المكان إقامة معتادة، أي يتطلب أن القانون مش عايز إقامة مستمرة، مش شرط يكون موجود كل دقيقة وكل لحظة في الموطن، لا بس تقيم فيه إقامة مستقرة، يعني مش مؤقتة غير عرضية، ولكنه لا يتطلب الإقامة مدة معينة متصلة دون انقطاع. لهذا لا يعد المكان الذي يقيم فيه الشخص أثناء السفر أو في مدة المصيف موطن. ليه؟ لأن إقامته فيها غير مستقرة وهي إقامة عرضية أو مؤقتة. يبقى لازم في الموطن عشان يبقى موطن وفقا للتصور الواقعي في القانون المصري لازم تكون بتقيم فيه إقامة فعلية، والإقامة دي مستقرة يعني إقامة معتادة حتى لو ما كانتش مستقرة. طب أنواع الموطن إيه؟ قال لك إحنا عندنا نوعين من الموطن، الموطن العام، وده بنقسمه لنوعين، موطن العام الإرادي والموطن العام الإلزامي أو القانوني. الموطن العام الإرادي ده المكان اللي بيقيم فيه شخص كامل الأهلية، وهو الذي بلغ مين كامل الأهلية؟ ده اللي بلغ سن الرشد، بيختار الموطن العام الإرادي ده بإرادته، بيختاره بإرادته كموطن. يبقى هنا الموطن العام الإرادي مين اللي بيختاره؟ ده اللي بلغ سن الرشد، هو يختار أي مكان يسكن فيه ويقيم فيه إقامة معتادة وإقامة مستقرة. ويشترط في إن هو يتطلب أن تكون الإقامة فيه مستقرة يعني غير عرضية. ويعتبر الموطن ده ارادي. ليه؟ لان بيختاروا الشخص كامل الاهليه بارادته، محدش بيفرضه عليه. وبيعتبر عام ليه؟ لان كل المكاتبات بتيجي على الموطن ده، كل مخاطباته بالنسبه لكل شؤونه بتجي له على الموطن ده. واحد عايز يعمل في محضر يجي له على الموطن ده، واحد عايز يبعت له جواب يجي له على الموطن ده، واحد عايز يبعت له انذار يجي له على الموطن ده، واحد عايز يشتكيه المحضر يجي له على الموطن ده. عشان كده بتاع كله الموطن كل المخاطبات بتجي له، عشان كده اسمه موطن عام. واسمه ارادي ليه؟ لان الشخص بيختاره بارادته، لان الشخص بيختاره بارادته. طب الموطن العام الالزامي بقى، لا ده الموطن ده اللي فرضه القانون، مفروض القانون الانسان ملوش اراده. طب بيتقرر لمين بقى؟ للي هو مش كامل الاهليه او اللي اهلته فيها عيب.
يعني يتقرر الموت العام الإلزامي لمين؟ للقاصر اللي هو لم يبلغ سن الايه؟ 21 سنة. وبيتقرر برضو للقاصر لمين تاني؟ للمحجور عليه. افرض واحد محجور عليه عشان سفيه او مغفل فاتحجر عليه، فموطن المحجور عليه هو موطن ايه؟ القيم بتاعه. طب افرض واحد مفقود او غايب، يعني ايه؟ غاب عن موطنه فترة طويلة، فموطنه هو موطن وكيله. يبقى في اشخاص فرض عليهم القانون موطن معين لانهم لسه ما اكتملتش اهليتهم او عندهم عوائق معينه، فحدد القانون ان موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود هو موطن من ينوب عنهم قانونا، سواء كان النائب ده الولي، بيبقى ولي الولي او الوصي على القاصر، او قيم على المحجور عليه، او وكيل عن الغائب، او وكيل عن المفقود. ونظرا ان القانون هو اللي حدد الموطن، لذلك فموطن الزامي. موطن ايه؟ الزامي. والفئات التي لها موطن الزامي مين؟ دي يعني الفئات اللي حدد لها القانون موطنها مين؟ دي فئات محدده على سبيل الحصر، لان ما عندهاش اهليه او ناقص الاهليه او نظر للغيبه او الفقد، وبالتالي فالموطن الزامي يكون للفئات دي بس. وبناء عليه ليس للزوجه موطن الزامي لانها مش من الحالات السابقه. وبالنسبه للزوجه القاصر، طب موطنها ايه؟ موطن ولي امرها، موطنها اللي زي موطن لما يبقى مش موطن جوزها، لا ده موطن ولي امرها او موطن والدها او موطن وصيها. اما اذا بلغت الزوجه سن الرشد فموطنها هو موطن ارادي، لانها بتختار موطنها بارادتها، وهو المكان اللي بتقيم فيه اقامه معتاده ومستقر. الموطن الخاص بقى يعني ايه موطن خاص؟ خاص يعني ايه؟ يعني انا موطن بختاره لنشاط معين او لعمل معين او بحدده لحاجه معينه، مش موطن عام زي دوكا. زي الموطن العام بتجيلي عليه كل حاجه، كل المخاطبات، كل المكتبات، لكن الخاص لا، ده بتجيلي مكاتبات او مخاطبات خاصه بنشاط معين. والموطن الخاص عده انواع. اول نوع من الموطن الخاص اللي بتتعدد انواع الموطن الخاص، من اهمها بقى اول نوع اللي هو موطن الاعمال او الموطن التجاري او الحرفي. الموطن اللي انا بمارس فيه تجارتي او حرفتي ده بيعتبر موطن خاص بالنسبه للاعمال او بالنسبه للحرفه او بالنسبه للتجاره. يبقى ده موطن خاص بدي، بالاعمال دي، بالتجاره دي، وبالتالي بيجي لي بس المخاطبات الخاصه بالتجاره دي او بالعمل ده، عشان كده اسمه موطن خاص، لانه متعلق باعمالي بس او تجارتي بس او حرفتي بس. في موطن القاصر المأذون له بالإدارة. أحيانا القانون لما القاصر يوصل سن 18 سنة، القاصر يرفع قضية وياخد حكم إن هو يدير أمواله، والقانون يسمح له بإدارة إيه؟ أمواله. فنقول لك خلي بالك بقى، لما القانون يسمح للقاصر بإدارة أمواله، لما القانون يسمح للقاصر بإدارة أمواله، يبقى في الحالة دي يكون القاصر موطن بقى، موطن. بس القاصر اللي عنده سن كام؟ 18 سنة، بكل موطنه، موطنه اللي بيمارس فيه أمواله، غير موطنه الإلزامي لأنه لسه قاصر، هو موطن ولي أمره أو موطن الوصي عليه. يبقى كده القاصر المأذون له بالإدارة موطنين، موطن أعماله اللي هو تجارته اللي اتأذن له بيها، وموطن إلزامي اللي فرضوا عليه القانون اللي هو موطن ولي أمره. الموطن المختار بقى ده المكان اللي بيتخذه الشخص من اجل تنفيذ عمل معين، ده انا اخترته بقى، موطن انا اخترته. انا مثلا زي وكلت محامي يرفع لي قضيه معينه، بقى محل المختار مكتب المحامي ده. طب اخترت محامي تاني، بقى محل المختار بالنسبه للقضيه التانيه المحامي ده. يبقى هو المكان اللي انا بتخذه الشخص من اجل تنفيذ عمل قانوني معين، وبالتالي يكون الموطن بالنسبه له، بالنسبه لكل ما يتعلق بالعمل ده، موطن خاص. مثال ذلك ان يقوم الشخص باختيار مكتب محامي معين موطن مختار له، وهذا يحدث عندما يريد الشخص اجراء عمل قانوني معين، والحكمة من ذلك ان يفضل الموطن ثابت طوال المدة التي يمر فيها العمل القانوني دون انه يتغير بتغير موطن محل اقامة ذوي الشأن. نيجي اخر حاجة من المميزات الشخصية، الحالة. يبقى احنا كده قلنا الشخص بيتميز بالاسم، الشخص بيتميز بالاسم، الشخص بيتميز بالموطن، ونيجي بعد كده نقول لك الشخص بيتميز بالحالة. ايه هي الحالة بقى؟ لك هي مجموعة من الصفات اللي بيتصف بها شخص. يبقى حالة الشخص دي مجموعة من الصفات اللي بيتصف بها الشخص، يعني زي حالته السياسية دي ناتجة عن جنسية معينة، حالته الدينية ناتجة عن انتماء لدين معين، حالته العائلية ناتجة عن انتماء لأسرة معينة. يبقى مجموعة من الصفات اللي بيتصف بها الشخص، وبيرتب عليها القانون آثار معينة تؤثر على حقوقه والتزاماته. من أهم هذه الحالات الحالة السياسية والحالة أو جنسيته والحالة العائلية والحالة الدينية. طيب إيه الحالة السياسية؟ الحالة تتمثل في إن شخص بينتسب لدولة معينة، فبيبقى مواطن في دولة معينة، فبيرتبط بجنسية الدولة دي.
بناء على ارتباطه بجنسية الدولة دي، فالشخص بيكتسب بناء على جنسية الدولة دي، الشخص بيكتسب مكتوب به القانون من حيث الزمان. حقوق، اللي هي الحقوق الخاصة بالجنسية دي، الحقوق الخاصة بالجنسية دي. طيب ايه الحقوق الخاصة بالجنسية دي؟ الحقوق السياسية اللي بيكتسبها الفرد كفرد، يبقى بيترتب على الحالة السياسية للشخص، ان شخص بيكتسب حقوق سياسية. الشخص بيكتسب حقوق ايه؟ سياسية. ان الشخص بيكتسب حقوق سياسية، الحقوق السياسية دي اللي اداها له الدستور، بتبقى حقوق كمواطن. يبقى الحالة السياسية ادتني حقوق، يبقى الحالة السياسية مميزة للشخصية. نيجي بعد كده في الحالة الدينية. الحالة الدينية كمميزة للشخصية، ان انا نابعة من ان انا انتماء شخص الى دين معين، سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي او الدين اليهودي. فالحالة الدينية برضو بتديني حقوق، الحقوق دي بيديها لي ديني، بتكسب حقوق دينية. برضو في الحالة الأخيرة اللي هي الحالة العائلية. الحالة العائلية ان انا لما بنتمي لأسرة معينة بيبقى ليا حقوق معينة، سواء حقوق كزوج، كأخ، كأم، كأب، كابن. يبقى الحالة العائلية بتديني حقوق عائلية. يبقى الحالات اللي بتميز الشخص، مجموعة الصفات اللي بتميز الشخص، كالحالة السياسية والحالة الدينية والحالة. آخر بقى من نقطة في الموضوع ده، عايزين نحدد نوع القرابة. احنا عندنا نوعين من القرابة، في قرابة دم وقرابة مصاهرة. قرابة دم، القرابة الناتجة عن ان احنا بننتمي لعيلة واحدة او بنتفرع من اصل واحد، هي القرابة التي تجمع بين اشخاص، يجمع بينهم اصل مشترك. القرابة دي قد تكون قرابة مباشرة او قرابة اصول، وقد تكون قرابة غير مباشرة او قرابة حواشي. قرابة الاصول بتنحصر ان احنا بنبقى في الاقارب على نفس العمود، على نفس الاصل واحد، يعني اب، ابن، حفيد، جد، 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 ان احنا كلنا بنبقى على اصل واحد، زي قرابة الجد والاب والابن والحفيد. توجد قرابة الدم غير مباشرة، اللي هي قرابة الحواشي، اللي هم بيخرج عن الاصول بقى، زي احنا اصلنا مشترك بس احنا بعيد عن الاصول، يعني خرجنا مش على نفس الاصل بتاع الاب والجد والحفيد وابن الابن والجد الجد، لا بنخرج بقى العم وابن العم، دي اسمها قرابة غير مباشرة او قرابة حواشي. طيب اذا كان القريب فرع لامرأة، يعني افرض انت قريبك من ناحية الست، يعني ابن عمتك وابن خالتك، ده كله ده يبقى اسم نوع القرابة، هنا تسمى صلة ارحام، زي ابن الخالة وابن العمة وابن ال، وكلمة ابن دي بنطلقها على الولد او البنت، اما بقول ابن يبقى اقصد بيها الولد او الايه البنت. قرابة المصاهرة دي القرابة الناتجة عن عقد جواز صحيح ورسمي، زي قرابة الزوج والزوجة والقرابة بين الزوج وأقارب الزوجة، أو الزوجة وأقارب الزوج، المصاهرة. طب لما نيجي بقى نحسب درجة القرابة بنعمل كده، نحط الأب وننزل منه ابن وابن، ابن وابن الابن، والأب وابن وابن الابن. عشان نحسب القرابة نشوف بين الأب بين الابن وأبوه كام درجة، كام خط. بين الابن وأبوه خط واحد، يبقى الابن بيقرب لأبوه من الدرجة الأولى، والأب يقرب لابنه من الدرجة الأولى. طب الابن ده والابن ده علاقتهم ببعض إيه؟ إخوات. إخوات، يبقى الأخ بيقرب لأخوه من الدرجة كام؟ التانية. بينهم كام خط؟ أدي خط وأدي خط، يبقى الابن الأخ بيقرب لأخوه من الدرجة التالتة. طب الحفيد بيقرب لجده من الدرجة كام؟ التانية، لأنه بينهم خطين، بين الابن والابن درجة، وبين الابن وبين الأب والجد درجة، يبقى درجتين. طيب الولد وابن عمه من الدرجة الرابعة، لأنه بينهم 4 خطوط. طب الأب والابن والولد وعمه من الدرجة الثالثة. طب افرض الزوجة بقى نوع القرابة بينهم قرابة ايه؟ دم. قرابة ايه؟ دم. طب الولد وأمه من الدرجة الأولى، لأن بينهم خط واحد. طب الولد وعمته من الدرجة الثالثة، لأن بينهم 3 خطوط. طب الولد وبنت عمته من الدرجة الرابعة، لأن بينهم 4 خطوط. بس بنت العمة بقى مش قرابة دم، لأن راحت عيلة تانية، يبقى صلة أرحام. تبقى صلة أرحام، يبقى أي قريب ليك من واحدة ست يبقى صلة أرحام، أي قريب ليك من واحدة ست يبقى صلة أرحام. وده الشرح بتاع درجات الإيه؟ القرب. طب الزوج والزوجة، القانون بيعامل الزوج والزوجة كأنهم كيان واحد، جسد واحد، فبنعاملهم إن هما نفس الإيه؟ المركز. بينهم قرابة مصاهرة، يبقى نوع القرابة بين الزوج والزوجة مصاهرة. نوع القرابة بينك وبين حماك مصاهرة. نوع القرابة بين زوجتك وحماها اللي هو والدك
لوحدك مصاهرة، نوع القرار بين زوجتك ووالدتك مصاهرة، لأن دي قرابة ناتجة عن عقد الإيه؟ الجواز. بس درجة القرار بين الزوج والزوجة إن الاتنين كيان واحد، يعني إيه؟ الاتنين جسد واحد، وبالتالي لو أنا عايز أعرف الزوجة تقرب إيه لأبو الزوج، نحط الزوجة مكان الزوج، نقول الزوج بيقرب لأبو من الدرجة كام؟ الأولى، يبقى الزوجة نحطها مكان الزوج، يبقى بتقرب لأبو الزوج من الدرجة الأولى. بس إيه الفرق بقى؟ نوع القرابة بين الزوج والزوج، بين الزوج وأبوه قرابة دم، لكن بين الزوجة وحماها اللي هو أبو الزوج قرابة مصهرة. قرابة إيه؟ مصهرة. طب أنا الزوج بيقرب إيه لأخو الزوجة اللي هو نسيبه، نقول الزوجة بتقرب إيه لأخوها من الدرجة التانية، نحط الزوج مكان الزوجة، يبقى يقرب لأخو الزوجة من الدرجة التانية، بس دي درجة قرابة إيه؟ مصهرة. مية واحد وتلاتين للتواصل بقى بيننا وبين بعض، دي صفحتي.